وارجع لكم مره ثانيه ومكملين معاكم اخر فقره في فقرات صلو صح الفقره الاخيره كتير قوي اتكلمنا عن فيروس كورونا اتكلمنا عن بيعمل ايه وبيجي ازاي ولكن انا النهارده حابب انه يكون الموضوع مختلف شويه امتى هينتهي فيروس كورونا ايه الوقت اللي غالبا هنشعر فيه بانتهاء هذا الكابوس المزعج كلمنا أكتر عن متى سينتهي فيروس كورونا أو احتمالية انتهاء فيروس كورونا دورة الفيروس هتنتهي إمتى الدكتور سمير عنطر استشاري حميات والأوباء ومدير مستشفى حميات إمبابة سابقا دكتور سمير منور أهلا بيك دكتور سمير أهلا بيك أهلا. أنا مش عاوز أبدأ من اللي الناس بتبدأ بيه دايما إيه فيروس كورونا طيب آه الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير هنتعرف عن دورة حياة فيروس كورونا وإزاي بيتسبب في الوفاة ولكن هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية دكتور سيبير كنت بنتكلم عن مش هنتكلم عن ايه هو الفيروس، لكن ايه هي دوره حياه فيروس كورونا وامتى هينتهي الكابوس ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيروس كورونا ماساه قرن ال 20 21 2020 ال ال يعني قاسيه جدا وصعبه جدا مؤلمه مؤلمه لكل ده بكل الدرجات على مستوى العالم كله لم تترك يعني شرق ولا غرب المهم فيروس هو جديد في تركيبته ونوعه لان احنا لقينا ان هو موجود مع تشكيله من فيروسات معروفه منها الشرس جدا القاتل العنيف اللي هو السارس منها انفلونزا الخنازير منها الكورونا العادي ما سبقه وهكذا التركيبه دي ملهاش وصف تقدر تحطه فيه او قالب تحكم عليه سلوكياتها او مم. اذا كان ليها دوره او, أو اذا لا. كان لها نهايه محتمله في وقت معين مم. او اذا كان بعد النهايه المحتمله دي في ويف تانية او موجه تانية مم. واكثر حده واقل حده وهل المناعه من الفيروس دوت مناعه طويله المدى ولا مم. مناعه ضعيفه او ممكن متقطعه وممكن ان هو يصيب تاني وتالت ورابع نفس الشخص كل الكلام ده كله لا ندري ولا يدري عنه أحد في العالم شيئا لأنه لسه إحنا بنتحسس هذا المخلوق اللي خرج من جب عنيف ما كانش ليه أي مواصفات كويس ففيروس كورونا إلى متى؟ الله أعلم لها هل ليه دورة؟ ما هو لازم يكون له دورة إمتى الدورة دي يكون بتاعتها البيك وإمتى يكون بتاعتها الانتهاء؟ الله أعلم لسه بنشوف يعني احنا دلوقتي في دور اللي بيتلطش البحث بيتلطش مم. العالم كله عمال يتكلم كلام عباره عن مع الاسف الشديد يعني عشان كده كنت بسال هيخلص امتى آه يعني انا سمعت كلام كتير في شهر سبعة الذروه مش عارف ايه الانتهاء احتماليه الكلام ده ما يعني آه. يعني الناس اللي بتدرس الوبائيات وبتشوف طبيعه الامور وعارفه الامور مم. بالحقائق مش بالفوتوشوب او بال يعني المعلومات السطحيه او القليله او الاماني. انا هدفي اخد معلومه سليمه. مفيش معلومه سليمه لغايه دلوقتي غير ان هو فيروس متركب من كذا اللي احنا قلناه مم. وانه شديد الانتشار جدا داخل الجسم قليل, آه قليل التاثير على ان هو يحدث وفاه بشكل عنيف مش زي السارس ابدا مم. وانه هو التاثير بتاعه بيكون غالبا آه التارجت بتاعه او الطعنه بتاعته بتكون في الرئه تعمل التهاب رئوي. مم. ده الهدف بتاعه. ده ده التارجت النهائي بتاعه اللي هو يصب فيه القنبله بتاعته. كوي. هذا الفيروس آه لغايه دلوقتي ما اتعملش عليه آه برضو رؤيه آه هل لما يضرب البني ادم في الرئه هل في اماكن اخرى؟ م. ممكن. بيحصل معاه ارتفاع في انزيمات الكبد. الحق ده بيضرب الكبد. استنوا بس علينا يا جماعه يا ما بتصدقوا اي حاجه تحصل. تولعوا فيها وتخلوا الناس الناس مش ناقصه ذعر. العيان اللي بيكون عنده اصابه غالبا بيكون في عنده مشاكل في الحراره وبيكون عنده مشاكل في المناعه وبيكون عنده مشاكل من الادويه اللي بتتاخد الاول حسب ما بيبقى يرتقي دماغه وحسب أوه. ما بيقرا على الفيس وحسب ما بيوصف له المجرب مش أيوة الطبيب ايوه ناخد بقى النقطه دي كده عشان هايلايت كده تحتها. نعم كتير من الناس بيشوفوا بروتوكولات علاجيه موجوده او وقائيه على الفيسبوك منتشره صوت وصوره ماشي. او صوت بس ماشي مدى صحه هذه البروتوكولات او ايه البروتوكول الصحيح اللي المفروض الناس تتبعه؟ ده سؤال هام جدا لانه هيحتاج كلمه هتكون حاده شويه يمكن حديتها في امانها اه احنا في اثناء انفلونزا الخنازير لو تذكر حضرتك م. كنا بنقول ان في بروتوكولات نزلت من منظمه الصحه العالميه وانه اوصت بحاجات معينه واوصت بان يكون في مقابر جماعيه واوصت ان يكون في تطعيم وطلع ان هو الكلام عشره صحيح وتسع اعشاره باطل وخطا مش هنعود فيه مش عايزين نخش في الماضي لكن قبل ما نكمل دكتور سمير هخليه ياخد صوت تليفوني استاذ محمد اهلا بيك استاذ محمد انا حضرتك انا بقى بعد اذن كان جاي سؤال بس عن الدكتور اتفضل اتفضل يا محمد اوبر بعد اذنك دكتور هو كان السؤال عباره عن جزئين يعني ايطاليا كانت بتقول بعد تشريح البوسس بتاعتها القصه كلها اختصرت في مزيد مزيد في ادويه اللي بتعمل سيوله في الدم بحيث ان هو المرض ده بيعمل تجلطات هل فعلا الاعتماد على مثلا زي أنواع الاسبرين أو اللي هو الحاجات اللي هي بتعمل في الدم آه. دي هيبقى فيها آه علاج قوي جدا زي ما إيطاليا قالت ولا لأ وفي نفس الوقت آه أمريكا دلوقتي في في المظاهرات اللي موجودة هناك آه في تكدس شديد جدا ودخلت في اليوم التاسع آه لو فعلا ده وباء خطير جدا إحنا ما سمعناش عن أعداد تزايدت هناك يعني المفروض الأعداد دي كانت تبقى كتير جدا كويس. يعني اعتصامات ومفيش ومفيش مفيش حدود بين بين الشخص والتاني يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ او رأي حضرتك ايه؟ و... وصلت رسالتك يا استاذ محمد الدكتور سمير هيرد على حضرتك دلوقتي حالا آه شكرا يا محمد سؤالين هامين جدا ونشكرك عليهم جدا لانهم آه فيهم لغط كتير واحد نفس اللغط بتاع الشائعات اللي احنا كنا بنتكلم عنها بالظبط كل حاجه شائعات اه دلوقتي احنا عندنا اللي بتقول ان الاسبرين والمضادات التجلط وايطاليا قالت ان في مشكله في التجلط بالنسبه للعينين الكورونا بعد ما بتفحصوا بعد البوست مورتن بعد التشريح في في المشرحه والطب الشرعي والكلام ده كله ماشي قد يكون وربما يكون وهو كائن ان يكون فيه مشاكل في التجلط بالنسبه للدوره الدمويه الرئويه اثناء الاصابه بكورونا وده بيكون وارد نتيجة مش الفيروس نتيجة التفاعلات اللي بنسميها تفاعلات مناعية للفيروس داخل الجسم بيأثر على الأوعية الدموية والكرات الدم الحمراء والهيموجلوبين والقصة دي كلها وإنه دوت بيكون عامل من ضمن العوامل المؤذية ولكنه ليس بالقطع السبب الذي يؤدي لوفاة أي مريض كورونا لان الاصابه بالجلطات الرئويه ليها نمط في الاشاعات ما بنشوفوش ما شافش الكلام دوت في الاشاعات اللي بنعملها لكل مرضى الكورونا اثناء ما هم موجودين آه بنتابعهم آه من ساعه المرض للشفاء لحتى بعد الوفاه مم. فهنا القصه بتاعت مضادات التجلط اللي طلعنا طلعوا فيها مشكورين نبهونا ليها ونحن يعني معناها ان احنا محتاجين مع البروتوكول العلاج حاجه تساعد على السيوله عشان نتقي شر الجلطات المحتمله في مريض الكورونا ولكنها ليست هي السبب المؤدي لوفيات اي مريض كورونا. الحاجه التانية انه هي برضو بالنقطه ديت زيها زي الحراره الحراره العاليه مع مريض الكورونا يتخذ لها دواء حراره السوائل اللي هي ناقصه في الجسم الانساني تاخد لها سوائل سواء عن طريق البقع او عن طريق المحاليل الادويه اللي بتخلي البلغم بيبقى لزج وبتخلي فيه مشكله في التنفس وبتعمل اعاقه في ادويه مذيبه للبصاق وللبلغم معروفه ومشهوره وبتتاخد دي اسمها اضافات للبروتوكول بتساعد كل واحد كل واحد جزء من دول بيساعد في تخفيض مده العلاج والشفاء باذن الله لكن مريض الكورونا النهايه بتاعته لا قدر الله بتكون بالالتهاب الرئوي العنيف اللي م. بيكون موجود نتيجه اصابه الرئه بتلف شديد كويس. التلف ده بيكون من اصابه مباشره من الفيروس او عن طريق كويس برضه اصابه من التشخيص. طيب خلينا اختصر تليفوني وبعدين نرد على الجزء الثاني من سؤال استاذ محمد ام اهلا بيك يا ام اهلا بيك اتفضلي اهلا وسهلا لو سمحت عاوز اسال عن هو ممكن العدوى تنتقل لاطفال لاطفال صغيرين حاضر يعني شخص مصاب حتى خلطه شخص مصاب او حاجه ممكن حاطف. تنتقل لاطفال صغيرين حاطف. يعني تحت الخمس سنين حاضر امم طب ولو مثلا لو لو في ان هو اصابه او حاجه وكده او خالطنا شخص مصاب نعرف ازاي ان يعني نبعد ازاي او نقي الاطفال دي ازاي اه طرق الوقايه وصلت استفسارك ماشي. يا ام ردينا بشكرك شكرا وكمان جزيلا وكمان وكمان بعد اذنك يعني نعرف قبل. ان هو في ينفع يعني آه الاطفال دول نعرف ازاي ان هم مثلا لا قدر الله ان هم من الفيروس او كده حاضر تمام اي استفسار تاني يا ام ردينا لا شكرا جزيلا لاتصالك. نبدا بمراديننا ونكمل السؤال نكمل الأول. السؤال الثاني الجزء الثاني الناس التاني. في امريكا عاملين مظاهرات آه. والدنيا مبهدله المنظر في امريكا. اللي شفناه في الميديا للمظاهرات بتاعه الزنوج والمشاكل مع الشرطه البريطانيه والكلام من الشرطه الامريكيه أمريكي. والكلام من ده. آه طبعا ده مظهر اللي هو بتاع الانفعالات اللي هي غير محكومه من التجمعات اللي حاسه بالضغط او بالقهر في اي مكان في العالم بتخرج ما يبقاش بقى في وسط الكورونا حد يسال على ان يكون في ماسك او لابس شبشب او لابس او خارج حافي واحيانا بيطلعوا ملط فالقصص دي كلها قصص ملهاش دعوه بان هو كورونا كدبه او صح او صح والعدوى صح أو لا العدوى طبعا عدوى موجوده بتاخذ في وجهها يعني البني ادم او التجمعات البشريه اللي بتكون فيها ازدحام كالهشيم وتولع فيها وبتخ... العدوى موجودة ودي أقصى وأصعب وأكثر صفة شرسة في فيروس كورونا الناس اللي نزلوا في الولايات المتحدة الأمريكية في مظاهرات بشكل معين سواء رسميين أو غير رسميين انتظروا أسبوعين وشوفوا بعد كده الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية بتاعت الحالات اللي هي هتبقى مكتشفة حديثة جديده هتبقى عامله ازاي هيبقى فيها مم. انفجار رهيب جدا 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 مم. الكلام ده هو التزامهم الوقائيه القصه مش ما فيش ح... مكان في العالم ما عنده مناعه ضد الكورونا ما فيش حاجه اسمها ان الكورونا ما بتجيش ارجوكو ال... الهرتله دي مش و... يعني وقتها عدى خلاص ما حدش يقول ان كان في فيروس موجود في مدينه اسمها يوهان في الصين في خلال اسبوع في خلال شهر واحد يجتاح العالم كله ما حدش يقول ان في مكان في الرؤساء بتوع الغرب نفسهم كانوا متوقعين ان هيبقى في حصر للوباء في الصين وما يرضوش يزعلوا الصين باي حاجه في الاول لغايه لما النار وصلت لهم ورسعتهم اكتر من الصين. عايز. دكتور سامي خلينا ناخد اتصال تليفوني حسن استاذ حسن اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بيك يا استاذ اهلا بيك, أستاذ. أهلا بيك، أستاذ. اتفضل يا استاذ حسن. من فضلك عندي ابن صغير عنده ست عنده ايه؟ ست سنين ست أيوة. سنين تمام <applause> اتفضل آه بالنسبه لل وليه قريبه وخاله كيلوهوت؟ قال لها وعنده سكر ودايما يكح وكيلوهوت هل ده بالشكل الخطر؟ ماشي. ماشي حاضر ماشي يا استاذ حسن بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك آه استاذه منى اهلا بيكي اتفضلي رب عليكم. رب عليكم رب عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي ربنا يبارك لك لو سمحت كنت عايزه اسال على الكمامه القماش دي يعني دي صحيه ولا مش صحيه الكمامات وعايزه اسال على فيتامين يقوي جهاز المناعه ايه ف... فيتامين يقوي جهاز المناعه اه مدام انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك اي استفسار تاني شكاوي. شكرا لك شكرا لاتصالك ااا آه، طيب خلصنا من الموضوع يا جماعه بتوع ال بتاع, آه، بتاع الامريكان دول وخلاص انتظروا آه. بعد اسبوعين هتشوفوا 14 يوم اللي فاتت الحالات الميكروب اسبوع او اسبوعين وشوفوا اخبارها ايه هناك وهتعرفوا اذا كان الكلام دوت يعني صحيح ولا مش صح؟ لكن طبعا هو مش محتاج ان احنا نقول صحيح لان هو هو صحيح إثباته وموجود اثباته سبق فما ينفعش ان انسان يبقى شايف ان في قدام منه شيء واقع قدام عينيه ويجادل فيه ويقول فيه غيرنا بيعمل عكس عكس الصح وهيصاب وهنلاقي انفجار آه. في الاعداد طيب ناخد ام كان كانت بتسال على طرق انتقال العدوى للاطفال الصغيرين هل ده فعلا أطفال. ممكن يحصل ولا لا؟ فيروس كورونا ما, بي ما بيستثنيش احد لا يستثني احد ولكن احنا إن بنقول انه بيكون فيه آه فروق في, في المناعه بشكل معين الاطفال الصغيرين بيكونوا بياخدوا تطعيمات آه بشكل كثيف اثناء السنين الاولى من عمرهم ده كله بيساعد على انه يكون عندهم نوع من المناعه المشتركه نسبيا افضل شويه من الناس اللي هم ما بياخدوش اي تطعيمات ولا بياخدوا اي حاجه فيها وقايه <applause> ليه لانه هو ده فيروس ممكن يكون في تطعيم من التطعيمات اللي بتتاخد اصلا لحاجات تانية ممكن يكون بيدي شويه وقايه شويه وقايه ولكنه ليس بمنع بمعنى ان انا لو ام وعندي كورونا وبردع طفل صغير ممكن يجي له كورونا من المخالطه بتاعتي فلازم اتجنب هذا واحط ماسك على وشي وهكذا طيب خلينا ناخد صوت تليفوني مدام مريعه اهلا بيك ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك اتفضلي ايوه مع حضرتك انا بقول حضرتك ممكن اكلم الدكتور بعدين دكتور مع حضرتك اتفضلي طيب بدل. انا دلوقتي عندي تليف في الكبد تليف في الرئه عندي تليف في الرئه وكان جاي سي وخفيت منه بس عندي بقر في الكبد ماشي وعندي 70 سنه بس انا خايفه دلوقتي من اي حاجه حواليا لا ما تخافيش سيبيها على الله طب وخل... ايه؟ وخليكي في حالك أوه. ما فيش اختلاط باي حد يكون حواليك يكون قريب او بعيد خليكي في اوضه لوحدك ولادك عاوزين يجوا او حد الزيارة انا ما عنديش يعني انا ما بشكيش من حاجه دلوقتي بس انا خايفه ما بتخافيش؟ ما تخافيش طول ما انت مامنه على نفسك وقافله الباب انت بتخافي ان حراميه يخش عليك وانت قافله الباب من ايه ما انت قافله الباب بمعنى انك انت ما حدش يزورك خالص ويقعد ويقعد جنبك على الكرسي ولا يبوسك ولا حتى مش عايز اتكلم كلام غلط فاحنا عاوزين نتكلم نتكلم الكلام اللي اي حد محتمل ان يكون شايل الفيروس وانا راجل سن كبير وعندي امراض ايه اللي يخليني انا افتح الباب بكل من هب ودب اللي عاوز يسلم عليا من ولادي بالتليفون اللي يشوف من ولادي افتح له الباب نقفل معاها التليفون يا آه. مدام وديع عايز تفسر تاني بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك اللي بعده آه مدام منى كانت بتقول طيب خلينا ناخد صوت استاذ ربيع اهلا بيك يا استاذ ربيع اهلا بحضرتك ازاي كل سنه وانتم طيبين حضرتك طيب وصحتك حضرتك انا عملت حجز في المستشفى وقعدت ست ايام وبعدين عملت مسحه وخرجت عملت حجز منزلي. م. فالحجز المنزلي قعدت خمس ايام في البيت ورحت امبارح يوم ستة عملت مسحه والنتيجه النهارده طلعت ايجابيه ايوه تعزل نفسك تاني أه... نعم فندم تعزل نفسك تاني اسبوعين وتحلل بعد يعني اسبوعين اعزل نفسي تاني اسبوعين وتحلل بعد طب. اسبوعين مفيش علاج ولا حاجه لا مفيش علاج العلاج للمريض انت مش مريض انت كل اللي مطلوب منك انك انت الناس تتجنب الناس وتحافظ على صحتك عشان ما تسوقش يعني انت دلوقتي ما عندكش اي اعراض ما تعملش فتوة وتقلع هدومك او تيجي من بره عرقان قدام المروحه او التكييف وتقعد قدام منه وتكح وتقول انا جالي جالي كورونا لا دي هتقلل هتقل من مناعتك وهتخلي الفيروس اللي انت متعادل معاه يتغلب عليك فابعد عن الشر وغنيلي. انا وحافظ على نفسي واقفل على نفسي وعايش لوحدي. تمام خلاص مش عايزين حاجه منك اكتر من كده. انت مش مريض. ولو ظاهر في اي اعراض يستشير طيب. اه انت مش مريض عشان تاخد دواء، ما حدش ياخد دواء عشان هو ايجابي. ما فيش حاجه جبري. اسمها دواء لواحد ايجابي ومعندوش اعراض. هذا, يعني خطأ. مفيش. هذا خطا، هذا خطا. ما فيش فيتامين سي، مفيش آه ما فيش ما هو فيتامين سي ده هو موجود في الدنيا كلها اللي هو البرتقال والليمون والفواكه وبنقول لاي مم. حد انت وانا وكل انسان ده من الحاجات اللي بتساعد على المناعه من ايام الفراعنه من ايام ما كنا بناخد كيس البرتقال في الورق ونحطه في قصر العين لكل لكل عيان بس احنا دلوقتي بقينا بهوات وبندور على حاجات اللي عندنا في الاجزخانات فيتامين سي الطبيعي بتاعنا في مصر اللي احنا عارفينه واللي احنا متربينا عليه الليمون والبرتقال اللي هو ارخص حاجه في الدنيا مع الفواكه العاديه الطماطم في ارخص حاجه من كده عندك تاكل منها حبايه كل يوم وفيها مليانه فيتامين سي ليه بتدوروا زي جحا ودنا مين يا جحا نعم بالنسبة للزنك مفيش حاجة اسمها زنك زنك ده حاجة موجودة عشان بتساعد على المناعة في وسط خمسمية الف حاجة مش هو بذاته ما هو الفرح اللي معمول دلوقتي دوت عاوزين نظبطه ما ينفعش الهوجة دي كلها استاذ ربيع انا بشكرك شكرا جزيلا لك لاتصالك يا بالراحه على الناس يا دكتور سمير ما أنا الناس الان شايف, شايف خايفه والناس مش لازم عارفه آه. وفي معلومات كتيره متداوله ومنتشرة لازم المعلومات اللي هي خاطئه او ما هياش علميه no. او هي منتشره والناس فاكره ان فيها الرجاء وفيها الامل وهي يعني زي الهواء والميه mm -mm. ما يجبش الناس تتمسك بيها ونلزقهم فيها وبعدين في الاخر يقولوا ناقصه مش ناقصه لانها مش هي بذاتها المطلوبه كويس ما فيش حد اسمه عنده في... عنده كورونا مم. ياخد روشته فيها فيتامين سي وزنك وكانسيم و... 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 وبنادول وكل سنة وهم طيب آه وده إيه و... آه. ده المشكلة ده المشكلة انك انت بتلبس الكرافتة وانت ماشي ملط اه حضرتك ازاي مم. ما ينفعش يا اساتذة لازم يكون فيك برضو يعني نوع احنا قلنا كلمة دبلوماسية من حوالي اسبوع في لقاء برضو مع آه... تلفزيوني مع قناة قناة رسمية كبيرة وقلنا جملة صغيرة قوي ارجو ان هم يعوها يجب ان يكون في ديناميكيه في التعامل من الكونسل أو, او المكتب او الاستشاريين اللي موجودين حوالين الرئيس في التعامل مع كورونا يكون في ديناميكيه يعني يكون في كل يوم في قرايه جديده وفي رد فعل جديد وفي تصرفات جديده واعيه وليست مقولبه مش جايه جاهزه علشان انا اخدها زي ما كنا ايام انفلونزا الخنازير وعملت اللي عليا وشكرا وانا بمشي بصحه اهو يا جماعه وانتهت القصه على كده لا الموضوع ده لسه فيه اجتهاد كتير والاجتهاد اللي يقدر يجتهد يجتهد لكن ما حدش يقول ان انا بحط نظام معين وهو ده بعد الطوفان طبعا عندك ثغرات كتيره وانت عملت حاجات مش كانتش مظبوطه والنتائج فيها اخطاء لازم نراجع نفسنا باستمرار مع احترامنا لكل الناس اللي موجوده وتوقيرنا ليهم ومكانتهم العلميه آه بشكل عام طيب ناخد صوت فوني استاذ محمد اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك أستاذ محمد. فضل. يا استاذ فضل محمد اتفضل يا استاذ محمد ايوه يا محمد الدكتور محرك يا محمد اتفضل لو سمحت يا دكتور في حاله ايجابيه بجنب البيت م. عايزين نعرف بس الاحتياطات اللي المفروض تتعمل في يعني ولا حاجه انا عندي حاله ايجابيه اي استفسار في البيت. تاني يا استاذ محمد لا تمام شكرا. شكرا ليك يا استاذ محمد كل بيت وكل شارع وكل منطقه فيها واحد ايجابي جار لينا او صديق لينا بيمشي قدامنا او بيخش معانا العماره او كذا او كذا م. ولا حاجه أنا راجل بشتغل بتعامل مع كل الناس اللي عندهم إيجابي وعيانين وكذا 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 كل اللي بعمله اني اخش بيتي بروح واخد حمامي وغير هدومي ولا غسل ايديا ووشي وخلاص وانتهت القصه على كده كت... تخلصت من الايه والكمامه طيب بيبكل... الكمامه مش جوه البيت الكمامه مم. بره البيت مم. فهنا انا جوه البيت بتعامل مع أنا... مع اذا كان عندي معايا شخص موجود في البيت هو بيعزل نفسه في اوضه وبنجيب له الاكل بتاعه لغايه عنده الحاجات المطلوبه ويبقى خط سيره معروف بحيث ان هو ما يتحركش في الشقه الا لما يكون في اوقات معينه علشان م. لو هيتحرك يلمس إيه حاجه ولا بتاع ممكن ان احنا ننظف الحاجه دي مطرح ايديه وانتهت القصه على كده. جايز. ليه فوطه خاصه بيه، ليه اكله اللي بياكله بمنتهى الاحترام ومن غير ما نعمل الهيصه والتنمر آه. وعامل لي وكانه هو جربان او كذا، م. لا انت ممكن تكون بكره وانا ممكن اكون بعده فبالتالي نبقى مراعيين الامور الانسانيه ديت ونساعد بعض ولما يخف الانسان ينتهي مده الحجر بتاعته ويعمل التحليل ويطلع ايجابي يتعامل معانا عادي. طيب خلينا ناخد صوت يا ام كريم اهلا بيك يا ام كريم اتفضلي ام ريم ام ريم اهلا بيك يا ام ريم اتفضلي ام ريم ام ريم أيوة. يا ام ريم اتفضلي استاذنك يا ام ريم صوت التلفزيون مش من التليفون يا ام ريم عم مفتوح بركب اسمع صوت التلفزيون يا ام ريم وطيه اه اتفضل انا عامله عمليه قلب مفتوح مركبات اسمع ايوه تمام فبمشي عادي بس ما بطيش الكمامه وانا ماشيه معلش اعمل ايه عادي يعني ولا وما اي حاجه غير السوله بتاعت الدواء بتاع السوله بس انا هسالك قبل ما الدكتور سمير يسالك انت ايه اللي بينزلك يا مريم وانت عامله آه عندها شغل اه تنزلي ليه يا مريم انا انزل اجيب حاجه سحقت البيت ما هو فيش حد معايا ولادي متجوزين وما عنديش الا بنات بخاف عليها برضه انزلها بصراحه في الكليه في الكليه فتنزلي انت جوزي عامل دعامه برضه ماشي آه يا مريم إيه؟ شكرا اتصالي كمريم الدكتور سمير هيرد على حضرتك آه بنتنا الجميله حضرتك انت عارفه ان المرض شديد الانتشار بسرعه جدا عن طريق الرذاذ بتاع الفم عن طريق التقارب من واحد لواحد لو بتكلمي مع بياع او مع اي حد في السوق قريب منك ممكن يعديكي يبقى هنا احنا دلوقتي بنقول ان المرض ده شديد الانتشار فبالتالي الناس اللي ما عندهاش مشاكل انها تقعد في البيت تتجنب النزول وتقعد في البيت خلاص خلاص فش. منعنا المدارس منعنا كذا منعنا كذا منعنا الكوره المسارح القهاوي كل واحد يقعد في بيته ويلتزم بيته مش عيب ده بيتك برضه الحاجه الثانيه خلاص ده شخص قاعد في بيته يبقى المشكله اللي في الشارع ملوش دعوه بيها طب عاوز ينزل الشارع أوه. يعمل ايه؟ هو هيقفل المكان اللي هو موجود عليه المشكله بتاعه دخول الفيروس اللي هي الانف الحل فبيلبس الماسك الماسك دوت لما اكون انا لابسه حضرتك كبياع وانت لابساه كمشتريه او انا لابسه او انا لابسه كدكتور وانت مشتري وانت لابسه كمريض هيقلل جدا نسبه العدوى بحيث ان هو لما الميكروب يخش على البني ادم بالنسبه اللي هي قد كده هي هيبقى دي. مش قادر يتغلب على المناعه اللي هي قد كده يبقى البني ادم يتغلب على الفيروس ويش. بامر الله طيب ناخد صوت تليفوني استاذ محمود اهلا بيك يا استاذ محمود وات صوت التلفزيون يا استاذ محمود الو صوت التلفزيون يا استاذ محمود واسمعني من التليفون ماشي الو السلام عليكم وعليكم عليكم السلام السلام بيك اتفضل ممكن اكلم الدكتور الدكتور مع حضرتك واخر اتصال تليفون ماشي اتفضل نعم يعني, <applause> يعني ساعات كده يا دكتور ما اكون الواحد ده بشب شاي كتير وبتاع اخش الحمام ببقى طب... عايز اخش الحمام اعمل حمام ميه وبتاع طب ما تعمل ايه المشكله؟ يعني كده ب... ده سكر ولا ده ايه؟ لا لا سكر ولا شاي. ده شرب ميه كتير بيعمل تبول كتير. انت قاعد تشرب شاي، تشرب عرقسوس، تشرب ميه عاديه حتى أيوة. واخد بالك؟ كل الحاجات دي كلها أوه. اسمها ميه بتعدي على الكلى، لما تتعدي على الكلى جسمك هيستفيد منها بجزء والباقي اللي تشربه زياده ده لازم يخرج يا مولانا. لو تعدي جوه جسمك تموت. فربنا من, أيوة. من رحمته بيك وبينا انه بيخرج الميه الزياده عن طريق الكلى. الكلى شغاله أيوة. كويس يا محمود، بنشكرك لاتصالك وبنطمنك الكلى زي الفل. نرجع نكمل كان عندنا سؤالين زي بعض استاذه منى ومريم كانت بتسال انا دلوقتي مش بقدر البس الكمامه هل في بديل ولا لازم البسها قولا واحدة قولا واحدة ما فيش بديل لازم تتلبس لازم تتلبس بس م. هو لكل ايه لكل مقام مقال يعني الكمامه, الكمامة ما هياش موديل ثابت بحيث ان هو قناع زي بتاع الشرطه او بتاع المارينز م. هيتلبس على الوش غصب عن كذا م. لا انا بجيب كمامه بتكون شكلها قدام واسعه شويه يعني في اشكال كتيره في النوع اللي بتلزق على الوش كده على طول مع الاستك بتاعه أو, او الرباط ده ممكن هو يعمل اعاقه في النفس وده بعض الناس احيانا فبنقول لهم في كمامه طيب. اللي تبقى على الانف عامله زي زي القمع كده دي تبقى افضل كثيرا طيب عشان وقت الحلقه انتهى الكمامه القطن مفيده ولا مضرة عشان في شائعات كثيره خلي بالكم اي كمامه اي كمامه اه هتنفع بقدر معين كويس خلاص انا لو عملت ايدي كده هتنفع يبقى حجزت عن سيادتك العدوى بتاعتك كويس س. يبقى اللي مش هيقدر يجيب كمامه او انها غاليه عليه او ان كذا يعمل اي حته قماش يحطها يفصلها. اقل على اقل الضرر اقل الضرر اقل الضرر لكن, لكن غير مسموح م. انك انت تشتري كمامه من حد غير معروف الهويه لان ممكن يكون جايبها من صندوق الزباله وغسلها ونظفها ودهاق يبقى أوه. انت بدل ما بتكحلها كحلها بتعمل كذا كذا أوه. لا ما ينفعش انا ما اقدرش اقول ابدا ان انا بشتري الراجل من الراجل اللي عامل قفص كده في الشارع وعليه حته جرنان وحبه كمامات م. الكمامات دي سليمه م. لا قد تكون سليمه وقد تكون سيئه جدا طب انت عندك الاجزخانه انت بتحمي نفسك انت بتحمي بتعمل ايه م. ده انت بتح بتست... بتحمي نفسك من دخول مستشفى او عنايه مركزة او المشكله اللي بتاعت ان احنا مش عايزين اماكن في المستشفيات وتنتهوا فيها م. يبقى مساله ان انا الكمامه دي فرض عين على كل واحد ملهاش اي بديل وبعدين اللي يقدر يعملها بكمامه في ايده يفسرها في البيت عشان مش قادر يجيب فلوس الكمامه متشكرين منك اه برضه اجتهدت اي اجراء اجتهدت وما اخطاتش آه. هو اقل شويه لكن هيحمي برضه كويس فما نقولش بممنوعه ما نقولش انها كخه ما نقولش انها وحشه فيسبوك من منتشر عن انها مضره وقاتله وعشان آه. كده وزاره الصحه وقفتها بتقعد لا ما هي وقفتها لانها يعني برضه هي عايزه الحاجات أوه. تبقى هي حتة دي. نمط معين أوه. يعني نمط معين تقول للناس حاولوا تلتزموا بيه حاولوا فايز. تلتزموا كويس ما تستخدموش بي. اي حاجه ثانيه آه. لكن هو ال... 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 انا ما اقدرش اقول ان انا هقول لكل إن الناس اللي بيشتغلوا معايا في المكتب جيبوا شربات او حتت قماش او فانيلات وحطوها على وشكم اه لا, لا. ال... خ... جيبوا كلماتها الطبيعيه اه لكن لو حد زي. مش قادر او دي الحاجه المتاحه قدامه ممكن يستخدمها افضل من انه ما يستخدمش حاجه خالص اي اي حاجه احطها على عازل افضل, أفضل. 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 عايز كعازل افضل بيقول لك بقى ده بينفذ 5% ده بيفوت 9% الدرجات, الدرجات الكلام ده بتحفظ لمبزازه يا جماعه احنا في وقت اللي يقدر يعمل حاجه يحمي بيها نفسه بيحمي بيها نفسه كويس. تمام افضل من ما لكن حاجة اللي ما يخرج... اللي يخرج من غير كمامه او اي حاجه على وشه هو ده المرفوض هو ده ده السلوك السيء ده ده بقى اللي يتعاقب ونقول له انك انت عليك غرامه اذا كنت راكب ميكروباص ومش حاطط حاجه على وشك انك بتضر غيرك واللي ضرر الغير غير انت عايز تضر نفسك انت حر في نفسك لكن غير محرم شرعا وقانونا وغير مقبول في المجتمع دكتور سمير عنتر يعني وقت الحلقه جري وفي اتصالات اكتر ولكن يعني ما عندناش وقت ناخدها دكتور سمير عنتر استشاري الحميات والاوبئه ومدير مستشفى حميات امبابه إن سابقا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا ليك يا فندم الكرام يعني في كل مكان قبل ما اختم الحلقه بتاعتنا عايز اوجه رساله آه للناس للمجتمع للناس اللي ماشيه في الشارع البسوا الكمامه بشكل مستمر بلاش تلبس الكمامه وتنزلها تحت دقنك الكمامه مش مش مكانها هنا الكمامه مكانها هنا دي اول نقطه النقطه الثانيه لو رحت مستشفى ومعاك حاله ايجابيه بلاش تعمل مشكله لانه مفيش مكان الافضل من ان انت تعمل المشكله والافضل من ان انت تجيب تجمع وتجمهر عشان تدخل المستشفى بالقوه وبالعافيه الافضل ان انت تخليك في بيتك ويجي المريض ومعاه شخص واحد فقط اذا استدعى الامر الى ذلك طبعا. كل ما قللنا التواجد امام المستشفيات كل ما قللنا نسبه الاصابه بالعدوى كل ما التزمنا بالاجراءات الوقائيه وغسيل الايدين والبعد عن التجمعات وبلاش الحكومه تقعدكم في البيت وتمنعكم من النزول في الشارع تقوموا تروحوا تقعدوا مع بعض في العماره او في مدخل الشارع تشربوا سجاير وتاكلوا وتلعبوا وبشاركة. الهدف من الحظر مش تقييد حريتك وان انت ما تتحركش الهدف من حظر التجوال هو الحفاظ على صحتك الحفاظ على انه مده الحظر تقل لما الفيروس يقل انتشار الفيروس بهذه الاعداد وتواجدنا في الاسواق بهذا الشكل انا مش شايف اي داعي ليه غير ان انت بتدمر ما نستطيع ان نفعله من امور تساعد في الحفاظ على حياه المواطنين اتمنى ان انتم تاخدوا بالكم الموضوع بقى في كل بيت وبقى في كل شارع غالبا هتلاقي في عمارتك او في بيتك او في الشارع اللي جنبك او حد من اهلك او اصحابك اتصاب بالفيروس وفقدته مش عايزين نفقد اكثر ما فقدنا سواء من اطباء او ممرضين او اشخاص عاديين ان شاء الله اشوفكم الحلقه القادمه والى نلتقي بكم مره قادمه اخرى لكم مني كل التحيه والتقدير انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته